فيما يتعلق بالاستثمارات العامة أو الفرق البسيط ما بينها وبين الاستثمار الخاص، هي الاستثمارات العامة هي الاستثمارات اللي بتقوم بيها الحكومة بشكل عام، أو اللي الحكومة بتنفق فيها أو بتستثمر جواها، أو المشروعات اللي الدولة بتعملها سواء كان عشان تؤمن احتياجات المواطن المصري من مأكل وملبس وكهرباء ومية ومحطات صرف صحي وحياة كريمة، وكل هذه المشروعات هي استثمارات بتقوم بها الحكومة الحقيقة عشان خاطر تؤمن لهذا المواطن مأكله ومشربه. فيما عدا ذلك بتقوم الحكومة بأنشطة أخرى من هدفها الربح بها، زي أنشطتها في الهيئات الاقتصادية مثلا، إنها عندها هيئات اقتصادية بتنفق فيها أموال عشان تكسب برضو فلوس، وتلاقي جزء تقدر تنفقه في الإنفاق، بس يبقى عندنا إيراد وعندنا كمان إنفاق. دي الاستثمارات العامة. الاستثمار الخاص طبعا معروف، هو استثمار القطاع الخاص وفي الشك إزاي الحكومة هتقدر تسيب مجال للقطاع الخاص، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ودي لجنتنا اللي هي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. لما الحقيقة المناخ العالمي الاقتصادي تأثر تأثر شديد بعد جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية، تلخبط الدول العالم، اهتزاز كبير جدا شفناه في السوق العالمية، حتى بورصة أمريكا لسه أول امبارح كان عندنا انخفاض شديد جدا غير مسبوق. أمريكا بتحاول ترفع سقف الدين بتاعها وتستدين أكتر وتاخد موافقة الكونجرس، كلها أحداث عالمية غير مسبوقة، وبالتالي مصر تأثرت نفس التأثر ده. عملنا الحوار الوطني عشان نشوف خبرائنا كلهم عن لديهم إيه أوراقهم، ما تبقاش الحكومة بس فقط هي اللي بتفكر، لا تبقى 105 مليون على بعض عندهم أفكار نقدر نطلع بمقترحات تفيد. ومن ثم وصلنا لإيه بقى؟ وصلنا إن إحنا هنهيكل هذه الاستثمارات، يعني أنشطة معينة لازم نتركها للقطاع الخاص. الحكومة هتستمر وهتتوسع في المشروعات اللي مش منتجة، المشروعات اللي ما بتجيبش فلوس بشكل واضح، اللي هي مشروعات البنية التحتية والطرق والكهرباء وكذلك الصرف الصحي والإنترنت والتليفونات. القطاع الخاص ما بيخشش في هذه الأنشطة الحقيقة. إنما لما نيجي نستثمر فلوس في الأجهزة الكهربائية، إنتاج الفرنيتشر، إنتاج الملابس، إنتاج مش هذه النوعية من الأنشطة، لابد أن تتخلى الحكومة عنها في هذه المرحلة. وده كان اللي خرج من الحوار الوطني الحقيقة، هذه التوصية بأن هناك أولوية تستمر فيها الحكومة ودعم احتياجات المواطن، وتفسح المجال تماما للقطاع الخاص لأنه يقوم بدوره الحقيقة، يعني شنو يحرك عجلة التنمية. بالضبط سيادتك. ومن هنا ظهرت فكرة سياسة ملكية الدولة اللي كان شكلها شكل وثيقة ملكية الدولة، اللي الحكومة قالت فيها أنها تخرج خلال 3 سنوات، وثلاث سنوات بالمناسبة ما هيش مدة كبيرة أبدا، ولكن إحنا في الحوار الوطني كنا أكثر دقة، طلبنا من الحكومة إيضاح بشكل واضح كده، نحط جدول زمني للخروج، مش مجرد خلال 3 سنوات، يعني خلال 6 شهور انت خرجت من ايه؟ هتسيب الوثيقه طبعا الخاص. ممكن نعدل عليها بالزبط. عشان هي مش مرتبطه بتشريع قانوني. بالظبط كده، هو مش تعديل قد ما هو توضيح الحقيقه. وبرده في بعض الانشطه هناخدها من الحكومه ما كانتش عايزه تسيبها، هنسيبها للقطاع الخاص. فكره بقى المشاركه مع القطاع الخاص وتنميته، وفكره ان احنا ازاي نتشارك حتى في مشروعات البنيه التحتيه، ونفسح المجال للقطاع الخاص انه يشارك من خلال البي او تي والبي او تي، هذه النماذج اللي موجوده في اوروبا الحقيقه ونجحت جدا، وتخلي القطاع الخاص بيشعر ان هو موجود وقادر يدعم بلده ودوره في التنمية.